واجب إنساني. أهلا بكم. فرقت قوات الأمن اللبنانية المتظاهرين في محيط القصر الحكومي وسط بيروت، بينما تتواصل المظاهرات في العاصمة ومدن عدة لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على الضرائب وتفشي الفساد وسط دعوات استقالة الحكومة ورحيل رموز النظام. وعمت المظاهرات والاعتصامات اليوم مدن طرابلس وجبيل وصيدا والنمطية وشطورة وبعلبك، كما وقعت اشتباكات عنيفة بين أعداد من المتظاهرين وقوات الأمن أمام السراي الحكومي وسط بيروت، وطالب المتظاهرون بإقالة الحكومة وإسقاط النظام. وفيما أعلنت جمعية المصارف في لبنان استمرار إغلاق المصارف في جميع أنحاء البلاد يوم غد السبت، قرر وزير التربية اللبناني إغلاق المدارس والجامعات نتيجة للتطورات التي تشهدها البلاد. لمتابعة آخر الأخبار انضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الكاتب الصحفي جورج علم. سيد جورج، أرحب بك. ما هي آخر التطورات مع أنباء عن تجدد التظاهرات وسط بيروت؟ آخر الأنباء أن هناك فرق شغب قد اندثت بين المتظاهرين وبدأت بالاعتداء على الممتلكات الخاصة، وهذه ظاهرة جديدة في الحركة التظاهرية التي بدأت يوم أمس. كانت حتى تاريخه، يعني حتى مساء اليوم، كانت سلمية حضارية، بمعنى أن هناك احتجاجات لكن تحت سقف القانون. مساء تغير الموقف، وبالتالي بدأت في وسط العاصمة وتحديدا في ساحة رياض الصلح أعمال الشغب من تكسير واجهات المحلات وسرقة المحتويات إلى إحراق النار إلى ما هنالك. لذلك تحولت التظاهرة بين كر وفر بين المتظاهرين وقوى الأمن التي أو المولجة بحفظ الأمن في المنطقة. نعم سيد جورج علم، يعني هل تفرق المتظاهرون أم تجمعوا في أماكن أخرى وسط بيروت؟ وهل يعني تعاملت قوات الأمن معهم ببعض الأمور مثل الغاز والهروات والمياه؟ نعم، كانت هناك مظاهرات عدة في مناطق من بيروت، لكن التظاهرة المركزية الكبرى كانت في وسط بيروت في ساحة رياض الصلح. وبالتالي كما أشرت كانت الأمور على ما يرام، حتى مع غياب الشمس تبدل الموقف، وبالتالي تحولت يعني المواجهة، تحول التظاهر إلى مواجهة أولا بين المتظاهرين وبين قوى الأمن التي استخدمت خراطيم المياه وأيضا القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين قرروا اختراق الحاجز الأمني لمحاصرة سرايا الحكومة، الأمر الذي دفع بالقوى الأمنية إلى اعتماد الوسائل الرادعة كالقنابل المسيلة بالغاز أو إلى ما هنالك. لكن بعد ذلك تطور المشهد في وسط العاصمة إلى أعمال شغب ضد الممتلكات الخاصة، وبالتالي حتى الآن لا يزال هذا المشهد نشهده حاليا، لكن مع تفريق للمتظاهرين وتقليل من أعدادهم التي كانت فعلا ضخمة للغاية خلال النهار. نعم سيد جورج علم، هل تتوقع أن تمتد هذه التظاهرات في ساعات الليل القادمة، أم أنه الأمر من الممكن أن يكون غدا أو قد ينتهي غدا؟ الحقيقة في ظل غياب أي تسوية سياسية على مستوى القادة خصوصا المشاركين في الحكومة، يبدو أن المعالجات لم يعني تسفر عن أي نتيجة إيجابية، وهذا ما يدفع إلى المزيد من التظاهرات يوم غد. لذلك عمد وزير التربية إلى إقفال المدارس والجامعات. جمعية المصارف أعلنت بأن المصارف غدا أو المصارف سوف تستمر في الإقفال. أيضا هناك المؤسسات التجارية التي تقع في مناطق حساسة من العاصمة كانت مقفلة سوف تبقى مقفلة. لذلك ليس هناك من حلول الكلمة الآن للشارع وليس للسياسيين إلا إذا كانت هناك مفاجأة، بمعنى أن يصار إلى اجتماع بين القادة أو إلى التوصل إلى حلول معينة، عندئذ ربما تتراجع المظاهرات ويبدأ الحل لهذه القضية على المستوى السياسي.
أشكرك شكرا جزيلا السيد جورج علم الصحفي اللبناني، كنت معنا عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام، سنتابع التطورات في لبنان على مدى الساعة، لكن مسائيتنا مستمرة، وبعد قليل نتابع شأن الجزائر وفيه مظاهرات في العاصمة وولايات عدة رفضا لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل رحيل رموز نظام بوتفليقة.